السيدة زينب واحد من الأحياء الشعبية القديمة بالقاهرة، أخد اسمه المسجد السيدة زينب، والحي من أكتر الأماكن السياحية اللي بيزورها الناس لأنه مليان مساجد وأضرحة دينية ومطاعم شعبية مشهورة جداً. من أشهر الأماكن هنا مقام الطهر أم العواجز اللي بيتعمل لها مولد السيدة كل سنة، بيحضروا المريدين والمحبين من كل حتة في مصر والعالم. كمان في كمان جامع أحمد بن طولون، أول مسجد معلق اتبنى في مصر وتالت مسجد اتبنى في القاهرة، عمره النهاردة أكتر من 1000 سنة وتحفة معمارية الناس بيجوا يدرسوه من كل حتة في العالم.